بقيتي بتاخدي نفس بتبقى الوقت في بتلون الكتابة زي بتعمل الأول؟ خبرة بتاعتها. كوقت في الكتابة بقيتي بتاخدي وقت زي الأول؟ بالعكس، وإيه انا أكتر رواية كل أخدت ما منك بكتب وقت؟ اكتر، اكتر رواية اخدت مني مش وقت، اخدت مني جهد عصبي ونفسي، اقدر اقول لك سولو وكان، لان كان فيها شخصيات كتير قوي وكانت بتتعرض لقضايا الى حد كبير يعني مؤلمه. اريد رجلا ايضا خدت مني وقت كتير، لان هي كانت بتتعرض لقصه بالنسبه لي اهي دي بقى فيها ظلم لكل نساء الارض مش بس النساء العربيات، ان ازاي المراه تتحاسب على انها لا تنجب الا انثى والمسؤول طبيا هو الرجل. صحيح. فدي اجهدتني قوي وخدت وقت. لكن انا دلوقتي لو انت قصدك ان بعد الوقت ده كله بعد 14 روايه مثلا، هل بقى الوقت اللي بستغرقه في الكتابه اقل؟ هقول لك لا، بالعكس بقى اكتر، وبقى خوفي اكبر. وده صحيح، معروف انك انت مسؤولية. كل ما بتمشي خطوه بتبقي خايفه لا ترجعي ورا، يمكن صحيح. مش مهم اطلع قدام قوي بس اتليست ابقى مكاني. أستاذة نور، تجربة الكتب الصوتية زي أنين الدمى، هل هي وسيلة أسرع لوصول المستمع؟ بقى الناس بتحب تسمع دلوقتي، ليه حضرتك قررتي تطلعي الرواية دي بصوت قبل النشر؟ بصي حضرتك، احنا كل يوم في حياتنا بتطلع حاجه جديده لازم نحترمها، سواء احنا واخدين عليها او مش واخدين عليها، لان احنا حسب مرحلتنا العمريه يعني سواء الصغير او الكبير او الاكبر او اعتدنا ادوات معينه، فغالبا احنا بنقاوم الجديد. بس صحيح، الانسان لازم يكون اذكى من ذلك، لازم يحترم هذه الاشياء اللي بتطلع. التقنيات الجديدة بقى والديجيتال وكده. لما طلعت دلوقتي الشريحه اللي هي يعني ولادنا، ومش بس الولاد الصغيرين، حتى ايفن رتم العصر نفسه بقى سريع. انت بتبقي عايز تروحي الجيم، بتبقي عايز تخلصي شغلك هنا، بتبقي عايز تروحي البيت، بتبقي عايزه تسوقي، تسمعي وهتسوقي وفي السماعة مسافات وانت طويله. ماشية. هتسوقي مسافات طويله. طيب انا ليه ما اعملش كده وانا بسمع روايه؟ فكان لازم احترم هذه الشريحه واحاول اني اوصل لها. طب ادينا تبس منها كده عشان نعم، برضو نشوق الناس اللي ما سمعوهاش، يعني أنين الدمى. هي اوريدي نزلت كتاب ورقي، يعني أنين الدمى نزلت وطبعت كتاب بس ورقي تشويق دلوقتي. كده، يعني حاجة تيزر كده. أقول حاجة منها؟ يعني عايزة تقول مش ايه او المورال بتاعها؟ أنين الدمى اتوز يعني كانت مختلفة جدا جدا. عايزة أقول لك إن هي رمزية، كانت بتتكلم عن جزيرة بيحول إليها كل الناس اللي هم بيخرجوا عن المألوف يعني، فكانت مختلفة، وعشان كده حبيت إن أنا أقدمها بشكل مختلف وهو الشكل السمعي يعني. ده جميل.